مار خبيب، ماذا يحدث الآن طبعا في اليرموك بشكل خاص ووضعه الآن سواء كان الإنساني أو الأمني؟ طبعا سيدي اكيد، عندما نتحدث عن مخيم خان الشيخ، عندما نتحدث عن مخيم فلسطين، مخيم التضامن، هذه المخيمات هي جميعها يقطنها الفلسطينيون الذين نزحوا من او الذين قدموا من فلسطين عام 48 وعام 67 وسكنوا في هذه المخيمات. للاسف سيدي الكريم، الاونروا او وكالة الامم المتحده لا تستطيع الضغط على النظام. هنا نتكلم نحن بغض النظر عن المعارك، بغض النظر ان كنا نميل عن للجيش الحر او كنا نميل الى جانب الجيش النظام. هنا نتكلم من ناحيه انسانيه، فعلينا ان نميل الى الانسانيه وان نميل الى جانب الشعب الفلسطيني الذي لا زال محاصر في مخيم اليرموك. من المعيب جدا ومن المخجل ان لا تستطيع هذه الانوره ادخال المساعدات الانسانيه الى مخيم اليرموك الذي يقطنه عده الاف من طيب استاذ الفلسطينيين. خبيب، ايضا مخيم ابتعاد عن الشان الانساني والشان الامني، ما اننا نتحدث ان جيش الحر او المعارضه هي التي تسيطر على معسكر اليرموك أو مخيم اليرموك، فبالتالي لماذا لا يكون هناك خروج لهذه القوات المعارضة لأسباب إنسانية مثلا؟ سيدي الكريم، تم الحديث عن هدنة ما بين جيش النظام والقيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهة، وبين عناصر الجيش الحر من جهة، ووافق الجيش الحر على هذه هدنة، خروج الجيش الحر من غير الفلسطينيين، اقصد من ابناء المخيم، وخروجهم الى خارج مخيم اليرموك. هنا نتحدث عن جيش حر هو متواجد من العسالي، من القدم، متواجد الان في مخيم اليرموك، وعرض هذا الجيش انه سوف يخرج مخيم اليرموك مقابل تحييد الدائر ما بين عناصر الجيش الحر وما بين جيش النظام. وللاسف حتى هذه اللحظه لم تطبق هذه الهدنه، اكثر من 15 قتيلا من النساء والاطفال والشيوخ العجز نتيجه فقر الدم، نتيجه الجفاف الشديد، نتيجه الاسهال بسبب من الجوع الشديد. هنا نتحدث عن اكثر من سنه وثلاث اشهر من الحصار على مخيم اليرموك بالتحديد. الناس هنا او الشعب الفلسطيني خرج في مظاهرات عارمه وصلت الى حد المخيم الذي يمنع اهالي مخيم اليرموك من الخروج الى العاصمه دمشق وجلب معوناتهم الاغاثيه، وتم قتل اكثر من شابين وايضا طفل في هذه المظاهره من قبل قناص الجيش النظام. المظاهرات تخرج بشكل يومي للتعبير عن السلميه، وانه الجيش الحر هو مستعد كما قيل لي للخروج من هذا المخيم مقابل ادخال الاغذيه وخاصه حليب الاطفال الى داخل مخيم اليرموك. سيدي الكريم، ان شاء الله. كان معنا مشير خبيب عمار، شكرا لك.